للحديث عن القصف المتبادل شرقية سوريا وارتفاع عدد قتلى الاستهداف الأمريكي للميليشيات الموالية لإيران، معنا من لندن الصحفي والإعلامي السوري الأستاذ زياد المنجد. أستاذ زياد، بداية مرحبا بك ورمضان مبارك. ما هي الأسباب التي أدت إلى ازدياد حدة التوتر وتصاعد هذا التوتر بين الولايات المتحدة والميليشيات المدعومة من إيران في سوريا؟ أولا تحية لك وللمشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة رمضان المبارك. لا شك أن كلتا القوتين تتواجدان على الأرض السورية، وكلاهما يحتلان الأرض، وكل منهم يحاول أن يثبت أنه موجود وأنه يعني يحاول الحفاظ على ما يمتلكه من أرض. نحن نعلم أن الإيرانيين لهم مشروع في المنطقة، ويحاولون قدر الإمكان أن ينفردون في القرار في تلك المنطقة. قد يرون بأن الوجود الأمريكي يعطل مشروعهم، ولذلك يحاولون في كل فترة يعني بين الفترة والأخرى الاعتداء على القوات الأخرى المتواجدة على الأرض السورية، ومنها القوات الأمريكية. لذلك يعني كان هنالك اعتداء بطائرة مسيرة على منشأة أمريكية، ذهب ضحيتها متعاقد أمريكي وجرح عدد آخرين. ردت القوات الأمريكية وصار هنالك يعني فعل ورد فعل. هذا الأمر يعني يجري باستمرار بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية، لكل منهما يريد أن يثبت للآخر أنه موجود في المنطقة وهو يسيطر على هذه المنطقة، ولكن كلا الطرفين محتلين للأرض السورية ولهم مشروع مشترك. يعني عدا عن ما نسمعه عن عداء مفتعل بين الأمريكان والإيرانيين، إلا أن مشروعهم في سوريا واحد وواضح للجميع. طيب أستاذ زياد، هذا الرد الأمريكي القاسي إلى أي مدى يشير إلى أن يعني الولايات المتحدة ليست مستعدة لسحب قواتها من سوريا كما تشتهي إيران؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وخلال تعاقب الإدارات الأمريكية أعلنت أنها مرارا وتكرارا أنها ستسحب قواتها من سوريا، ولكنها لم تفعل. وفي الزيارة الأخيرة لرئيس الأركان الأمريكي قال أنه سيزيد عدد قواته في شمال شرق سوريا. وجود القوات الأمريكية في المنطقة هو من أجل حماية مكون من مكونات الشعب السوري، ولغاية في نفس يعقوب كما يقولون. وجود القوات الأمريكية في تلك المنطقة ودعمها لمكون على حساب مكون آخر هو بالنتيجة يؤدي ويفضي إلى يعني إلى تقسيم سوريا، نقولها بصراحة. والقوات الإيرانية كذلك هي لديها مشروع كما كذلك يؤدي إلى تقسيم سوريا، ولذلك كلا الطرفين لن يسحبا قواتهم من سوريا ما لم تتحقق أهدافهم. ويعني انسحاب القوات الأمريكية غير وارد كما أرى أنا من خلال اطلاعي ويعني على مسيرة الأحداث في سوريا. طيب أستاذ زياد، بعد الاتفاق السعودي الإيراني، إلى أي مدى يمكن التأكيد إلى أن إيران الآن أصبحت ربما هدفا أمريكيا سواء في سوريا أو في أوكرانيا أو في مناطق أخرى من المنطقة؟ الإيرانيون لم يكونوا في يوم من الأيام هدفا للقوات الأمريكية. منذ عام 79 إلى الآن نسمع عن عداء بين الطرفين، ولكن لا وجود لصدام مباشر بينهما على الإطلاق. قد يقتتلان في منطقة يعني بعيدة عن مناطقهم الأصلية كما هو الآن في سوريا نتيجة صراعهم على المصالح، أما يعني أن تستهدف القوات الأمريكية الإيرانية في أي مكان فهذا
حسب ما أرى غير وارد على الإطلاق. والقوات الأمريكية كما صرح بايدن أنها يعني لا تحمي مصالحها وترد على الاعتداءات. إن لم تعتدي القوات الإيرانية على الأمريكيين فلا أرى أن هنالك اعتداء أو هجوما أمريكيا على أي يعني تواجد أمريكي في أي بقعة طيب. من العالم. طيب أستاذ زياد، الآن إيران ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تريد أن تحققها في سوريا، أو بمعنى آخر ما هي النقطة التي تريد أن تصل إليها إيران في سوريا تحديدا؟ الجميع يعلم أن لإيران مشروع توسعي في المنطقة، هم يريدون الوصول إلى شرق المتوسط، والأمريكيون يعني متجاوبون معهم. لو أرادت أمريكا أن تمنع إيران من إتمام مشروعها فمعبر البوكمال قريب جدا على تواجد القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا وفي منطقة التنف، وكان بإمكانها أن تمنع دخول الإيرانيين إلى سوريا، ولكنها لم تفعل لأن الطرفين لهم مصلحة في تفتيت سوريا وتقسيم البلد. إيران لها مشروع في المنطقة، والإسرائيل وأمريكا متواطئة معها رغم كل ما يقال عن عداء بينهما، متواطئة معها في إتمام هذا المشروع، لأن المشروع الإيراني مكمل للمشروع الصهيوني في تفتيت المنطقة عن طريق الطائفية. لا يمكن أن يقسم مجتمعنا إلا عن طريق الطائفية الذي تتبناه إيران تحقيقه في المنطقة، ولذلك لها مشروع ومشروعها مستمر طالما نحن العرب نياما ولا نفعل شيء للدفاع عن مصالحنا. ماذا عن موقف الولايات المتحدة من التطبيع الجاري لصالح النظام السوري؟ يعني نسمع دائما بأن الإدارة الأمريكية هي ضد التطبيع، ولكن كل الأمور تجري يعني على مسار التطبيع مع نظام الأسد. يوم أمس الخميس رؤساء لجان العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي بعثوا بالرسالة إلى الرئيس بايدن، يعني ينتقدون تباطؤ الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات قيصر على المجرمين وعلى المطبعين مع نظام الأسد. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تدعي أنها ضد التطبيع مع نظام الأسد، ولكن كل سياستها تشير إلى أنها مع التطبيع ومع إعادة النظام إلى الواجهة السياسية بوضعه المتهالك الذي لا يؤدي إلا إلى استمرار وضع سوريا كما هي عليه الآن، من أجل أن تصل إلى نتائج منها تقسيم سوريا ويعني تحقيق الحلم الصهيوني فيه. نعم، شكرا جزيلا من لندن الصحفي والإعلامي السوري الأستاذ زياد المنجد، شكرا جزيلا.